بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيدة الرئيسة، السادة الوزراء، زميلاتي زملائي النواب المحترمين، السيد الوزير، نسائلكم عن التدابير إن شاء الله اللي كتعتزم اتخاذها من أجل تسريع الوتيرة ديال الإصلاح والترميم ديال المساجد. شكرا. شكرا السيد الوزير، ولا بد في البداية من نشكركم على المجهودات اللي كتقوموا بها على رأس الوزارة السيد الوزير. أنا غير بغيت نقول في واحد الجواب ديالكم كان على أنه تقريبا الوزارة كتمشي في الإغلاق حوالي واحد 160 في العام، كتصوب واحد 120، كتبقى واحد 40، كتزاد عام على عام. جا الزلزال المؤلم مشات واحد 2200 تقريبا، العدد ولا كبر. هنا فين جا السؤال ديالنا السيد الوزير اللي كنلتمسوا منكم باش الاسراع بالوتيره ديال هذا الاصلاح. السيد الوزير انا بغيت نمشي معك بعيد على واحد المسجد، مسجد المدينه المنوره بجماعه السيد الرحال اللي قريب من قلعه الصراغنه. هذا كان داخل في هذه المساجد، فاذا به من بعد اصلاح تقصرتوا عليه الفلوس مشكورين، وسعوا المحل ديال الصلاه ديال النساء، فاذا به جات كورونا بقى مغلوق تفرش مقاد، الان لازال مغلق. جا الزلزال المؤلم ما تحركش، ما وقع عليه حتى حاجه، ولكن المسجد باقي مسدود. حنا علاش كنقولوا هذا الشيء السيد الوزير؟ لان للاسف هناك بعض الجهات اللي كتستغل الوضع ديال الناس ديال الصلاه وكتودي فيهم المساجد ويديهم يصليوا في محلات اخرين، وكيولي واحد النوع ديال التطرف وواحد العدد ديال الامور. لهذا السيد الوزير جينا احنا في فريق الاصل والمعاصره، بغينا باش نسرعوا شويه بالوتيره. شكرا. شكرا سيد النائب.